هلا والله من ابو ظبي. هنجرب سوشي ستوري. طلبنا شويه حاجات كده اهوت. هنقول لكم المطعم كام من 10. يلا بينا. يلا عاملين ايه؟ انا من عشاق السوشي. فده سوشي هحاول امسكه بالبتاعه ديت. ده سوشي جواه سي فود. فهنعمله كده. نقول بسم الله. صراحة المطعم جميل جدا. ده سوشي بقى. حاول بس الموضوع ده. سوشي عليه كافيار وصوص فعند بابو كرانشي فظيع. ده تشيكن وعليه كافيار من فوق. روعة. ده الطبق الرئيسي سوشي. سوشي بقى على ابوه. جربه كده. بسم الله. احلى حاجه هنا في المكان هو بيعمله لك فريش. مش موجود عنده. لا لما انت بتطلب هو بيعمله فريش. جرب ده. مية مية. ادي المكان هنا 8 من 10. هنا الشباب بيعملوا السوشي اول ما تطلبوا يعملوه من اول. ثانك يو يا مي يامي. ثانك يو. فهنا بتطلب يعملوا طز طز. شكرا. التقييم النهائي للمكان هنا اهوت. سوشي ستوري 7.5. المكان حلو ونضيف والخدمة حلوة والأكل مش وحش. فالتقييم بتاعه 7.5 من 10. سلام.